إلي الدكتور حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية. مساء الخير دكتور حسن وأهلا فيك بحدث اليوم. دكتور حسن، هل عندك أي معلومات عن ما حمله الأخضر الإبراهيمي؟ وحقيقة مع الإشارة إلى أنه يعني الطرف المعارضة بيعتبره أو معارضة الخارج بيعتبر الإبراهيمي قريب للنظام، والنظام يوجه إليه التحذير بأنه يجب أن يكون محايدا. ما بعرف شو في أجواء متعلقة بجولته هذه ووصوله إلى دمشق. بالعكس، إبراهيمي ليس يعني مقبولا من النظام، وهناك تصريحات عديدة سابقة ولاحقة تؤكد أن الإبراهيمي لا يحبه النظام ولا يرتاح إليه، وبالتالي الإبراهيمي يقوم بواجبه كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة ومكلف بمهمة يحاول أداءها على أفضل وجه، وهو يقول بأنه قررت المهمة من أجل الشعب السوري. نعم. وبالتالي يحرص على أن تحل المسألة والأزمة يعني بحل سياسي حرصا على الشعب السوري وعلى ما يقع عليه من يعني من ضرب وقتل ونزيف دماء ونزوف داخلي وخارجي. وهو يقوم بوجوع على خير قيام، وتصور لولا انه الشعب السوري يهمه كان استقال او كانت تعتذر عن المهمه من وقت طويل كما صرح لنا. دكتور حسن، خليني اعترف لك انه انت السوري الوحيد اللي متحمس لمهمه الابراهيمي من اللي حكيت معهم انا حتى الان بخلال نقاش كل موضوع جنيف 2. هل الحماس لما يفعله الاخضر الابراهيمي هو يعني ايضا حماس لجنيف 2 بكل ما فيه، خاصه وانه من الواضح بانه يعني التلميحات بتشير الى انه الهيئه الارجح انها ممكن تكون ممثله بجنيف 2؟ يا سيدتي، حماسي وحماس هيئة التنسيق الوطنية للحل السياسي ولمؤتمر جنيف 2 عبر التوافق الدولي للدول الخمس الكبرى والإقليمي من قبل تركيا وإيران، والعربي من قبل قطر والسعودية من جهة ومصر وبقية الدول العربية من جهة أخرى، حماسي لأنه الشعب السوري وقع الآن بين نارين، نار يعني النظام وعنف النظام وقسوة النظام ويعني استعمال النظام بكل الأسلحة، ونار أيضا المعارضة المجموعات المتشددة التي قدمت إلى سوريا من دول آسيوية وأفريقية ويعني عربية وإقليمية، جاءت لتقاتل هنا لا من أجل يعني تحقيق اهداف الشعب السوري والثوره او الانتفاضه الثوره والانتقال الى يعني انهاء النظام الاستبدادي والانتقال الى نظام ديمقراطي، وانما من اجل اقامه مشاريع اخرى كدوله خلافه او امارات اسلاميه. هذا يؤدي الى تقسيم سوريا اذا كان كل طرف مسلح سيطر على محافظه وعلى منطقه واقام مشروع خاص بدوله خلافه او امارة اسلاميه او دوله اخرى، فبدي لتقسيم سوريا. فحرصنا على الشعب السوري وادراكنا قراءتنا للتطورات على المستوى الدولي وعلى المستوى الاقليمي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الداخلي، وفشل الحل السياسي العسكري من قبل النظام وقوات النظام ومن استعان بهم ومن قبل المعارضه المسلحه ومن استعانت به من مجموعات متشدده، ويعانيه الشعب السوري من هذا البلاء الكبير والخطير، بالاضافه للحصار الان على حول مناطق الغوطه الشرقيه والغوطه الغربيه وحمص وحلب وغيره، لا هناك لا ماء ولا كهرباء ولا خبز ولا اي نوع انواع والغلاء الكبير يعني اكيد هذا اللي يدينا بحماسنا، انه ليس هناك الا من حل سياسي، وهذا الحل السياسي ليس بيننا وبين النظام، واننا بين المعارضه الوطنيه وقوى الثوره. اوكي دكتور حسن، اذا تسمح لي، بناء على توافق دولي. نعم دكتور حسن، وعربي، بدون هذا التوافق سوف سوريا تذهب الى الصولة او الى العرقلة او الى اللبنانة.
يعني لبنان طلع اكثر بلد بريء دكتور حسن بين مقارنه مع اللي صار ببقيه الدول. ما بعرف اذا بتوافق. نعم نعم، يعني الحرب اللبناني استمرت من 76 ل 89 ولم تنتهي الا بحل سياسي، وبالتالي ليس هناك من اجل في اي بلد حصلت شرقي او غربي او في عربي او في افريقي الحرب لا تنهي، والصراع المسلح لا ينهي، بل ينهي الازمه الا حل سياسي. ولما نقرا برامج مع الاسف الشديد بعض اطراف المعارضه الخارجيه لم تقرا بيان جنيف و30/6/2012، لانه بيان جنيف وما ورد فيه بوجود السته سيؤدي انهاء النظام القديم والى اقامه نظام جديد بايدي السوريين وضعيه ردتهم الحره. بس دكتور حسن معلش تسمح لي اقاطعك، بس لاني بدي اسالك سؤال اساسي، يعني انتم مع جنيف اثنين من منطلق انه الحل السياسي هو الحل الوحيد، ولكن في عنا عقبة واضح ان اجلت المؤتمر مرة ثالثة او رابعة، الان الكلام انه لن يعقد قبل يمكن بداية العام لانه معارضة الخارج مش موافقة والفصائل المسلحة على الارض مش موافقة اذا ما كان في بند تنحي الاسد. بالنسبة لهيئة التنسيق هذا الموضوع ما عندكم مشكل فيه، انتم تفاوضون يعني حتى ولو كان الرئيس الاسد هو من سيبقى على رأس السلطة؟ يا سيدتي موضوع رئيس الأسد مطروح لطاولة التفاوض بين السوريين أنفسهم، بين السوريين أنفسهم، دول المعارضة مستورة من جهة ووفد الدولة من جهة أخرى، هم الذين يقررون مصير الرئيس ومصير النظام كله، وبالتالي هذا متروك لأنه ديان دينيف 30/2012 كان سوف ينفذ وينتهي النظام القديم، لكن الذين رفضوا ورهنوا عن الخارج طويلا والان يندمون حظهم انه والله امريكا ما وقفت معهم او الغرب ما وقفت معهم. نحن لم نراهن على الخارج ابدا، لانه الخارج ليس جمعيات خيريه وليس يعني مثل ما بيقولوا يريدوا الخارج عندما اخذ الكيماوي من سوريا وضمن امن اسرائيل لا يهم الشعب السوري، الشعب السوري ينبغي ان يعتمد على نفسه، والمعارضه الوطنيه في الداخل والخارج لقوى الثوره ينبغي ان تعتمد على نفسها، واي انتخابات ديمقراطيه في رقابة دولية وحكومة انتقالية تستطيع أن تضع دستورا جديدا للبلاد وقانون انتخابات وقانون الأحزاب وتجري انتخابات ديمقراطية ستؤدي إلى النظام القديم بكل رموزه وتأتي بنظام جديد. لكن مع الأسف الشديد ليس هناك من يقرأ في الخارج أو بعض قوى الخارج لا تقرأ، وأنا أعتقد أنه عندما يتم الدعوة للجنرالتين ستحضر هيئة التنسيق، ستحضر الهيئة الكردية العليا، سيحضر الائتلاف أو طرف من الائتلاف، كل الذين يريدون الحل السياسي سيحضرون، لأنه الائتلاف لا يستطيع أن يرفض التوجيهات الأمريكية والبريطانية والفرنسية. الآن تركيا موقفها تحول، قطر موقفها تحول، السعودية الآن لا تستطيع، هي تحاول أن ترفع السقف لكن لا تقتنع بتوجه الامريكي الجديد، لانه هي بحيث النتيجه يعني العبره بالايام المقبله يمكن دكتور حسن نشوف العبره بالنتائج. بالنهايه الكل يريد ان تصل سوريا الى نهايه لبحر الدماء، هذا هو الاهم الان. شكرا جزيلا لك دكتور حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئه التنسيق الوطنيه، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمه السوريه دمشق.